هذه السهولة. لاعبين بعدهم صغار ما لهم هم أبو الكرة الآن لمصلحة منتخبنا. عرضية اللعب رأسية الحاط ترجع تتهيأ على رأس منطقة الجزاء خليفة وحدة من عندها بكاية اللعب. جو 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 قلت لكم راح نسجل منتخبنا الوطني، قلت لكم راح نسجل ان شاء الله منتخبنا الوطني يسجل. كرة قوية من عمى خليفة حطها وتابع بشكل حلو لاعب منتخبنا الوطني اللي هو عماد الحوثي وحطها على يمين حارس مرمى المنتخب العراقي نور صبري. الله الاهداف منتخبنا الوطني. هذه كرة والاحتجاج العراقي كان على اساس وجود لاعب منتخبنا الوطني اللي هو عماد. لا 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 سليمة 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 100% 100% يا مساعد حكم اول 100% يا علي الطريفي. وهدف اول لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب العراقي وهدف ثاني لعماد الحسني في دورات كأس الخليج. اول هدف لعماد كان في مرمى المنتخب السعودي في دورة كأس الخليج 16 في الكويت. الان قصي منير، هيثم كاظم، هوار من الحسين، نشأت اكرم، عماد محمد ورزاق فرحان. وهذه تشكيلة المنتخب العراقي محاولة الان لمنتخبنا الصاري 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 جول. الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثانية. هذه هي يا جماعة عماد قدام المرمى. لا شيء ثاني شيء ثاني. الله يا ولد اشزينها اشحنوها وهي في المرمى واشزينك مشحنك يا عماد. الله عليك يا انت تسجل الاهداف وانت تحط الكرة في المرمى. اثنين لمنتخبنا الوطني. هذا هو لما تهيأت وهذا هو عماد لما الحساب يمينك على يمين حارس المرمى نور صبري. اثنين لمنتخبنا الوطني لا شلون المنتخب العراقي. الله 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 لمنتخبنا. برافو حلوين يا عيال حلوين حلوين يا شباب. العب يا ولد العب. يا سلام يا سلام يا سلام. والله الفوز يفرح يا جماعه. لاعب المنتخب العراقي سعد عطيه والخطا الان لمنتخبنا الوطني. خليفه عوض على تنفيذ واحده من صاروخياته في خليفه اللعب. هذه جو هذه جو هذه جو هذه جو خليفه يا جماعه جو. لا ترد ولا تنشد صاروخ في المرمى. خليفه عالم مجاز الخليج يسجل ذلك اهداف منتخبنا الوطني في هذا اللقاء. يا الله يا الله على منتخبنا الوطني. عسل عسل نعمان ونسل عسل عسل يا جماعه نعمان ونسل ثلاثه. شوف 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 يا الله شقت الارض شقت الارض شق. بسم الله ما شاء الله عليك يا ولد. بسم الله ما شاء الله عليك يا ولد. الله هذه كراتك يا خليفة وهذه لعباتك مع منتخبنا ومع الرياض ايضا مع الرياض ايضا. هذه واحدة من قذيفاتك في الزاوية اللي كان فيها حارس المرمى. لكن الكرة بسرعتها الكرة يا سلام يا الله. حلو حلو منتخبنا الوطني اليوم مبدع منتخبنا الوطني اليوم وتعبير. يلعب كرة الى فوزي بشير أمامية حلوة. هذه أحمد حديد داخل منطقة جزاء المنتخب الإماراتي. أحمد يلعب كرة عرضية على حدود منطقة جزاء تلعب جول هلا حسن هلا هلا حسن هلا هدى حسن في الجول وهدف السعادة لمنتخبنا الوطني. الخطأ اللي سواه حسن في نهاية شوط المباراة الأول الآن يصحح يصحح الأوضاع ويعود لمنتخبنا الوطني إلى المباراة من جديد ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 29 من زمن الشوط الثاني من المباراة. حسن يوسف مظفر إذن يطلع التعادل لمنتخبنا الوطني. شوف أحمد حديد لعبها لهيئها بمساعدة اللاعب الإماراتي وحسن مظفر بإثارة قوية
قوية قوية قوية في المرمى الإماراتي، وفرحة حسن ما بين أحزان جماهير منتخب الوطني هنا في استاد جاسم بن حمد بنادي الشيخ. افرح يا عم، ابسط يا عم، لهدف التعادل لمنتخبنا عن طريق حسن مبفر. إذن حسن يعود بمنتخب الوطني مرة أخرى إلى النقاط بعد ما وضعنا في موقف حرج، يصحح الأوضاع ويكفر يكفر عن ذنوبه لهدف التعادل لمنتخبنا الآن. واحد 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 واحد، بداية منتخبنا كانت جيدة في هذا اللقاء، ووصول منتخبنا منذ بداية شوط المباراة الثاني، وفرحة الهدف هدف التعادل لمنتخبنا. شوف حسن، وما بين أحضان جماهيرنا الموجودة هنا في مدرجات نادي السد. حلو 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 منتخبنا من خلال شوط المباراة الثاني، لكن أيضا أرجع وأقول رغم أن التعادل يخدم منتخبنا أكثر، هذه محاولة من بدر، لا جول 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 كل الاحترام لكل الاهداف المسجلة. شوفوا الكرة لما لعبت احمد حديد، شوفوا الاستلام الجميل، شوفوا الاستلام الرائع، اوروبية اوروبية برازيلية، كل العالم كل العالم موجود في هذه الكرة. يا سلام يا سلام يا سلام، ويا حلوها ويا جميلة والمتعالج الشباب. شوف 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 شوف، الله اكبر الله اكبر على هذا الجول. منتخبنا اثنين، المنتخب الاماراتي واحد، ونجح نجح منتخبنا الوطني في الشوط الثاني من المباراة من انه يقلب التأخر بهدف. افرح يا ما شاء الله. قرروا استبعاد 10 حكام من الدور الثاني، مو من هذا الدور لا، من الدور الثاني امامي لمنتخبنا الوطني. سنلعب هذه من كتر حظه. منتخبنا الوطني وعبد الله سعيد كمونة ايضا كأنه يرد الدين، وبعد ما اخطأ في اللعبة الماضية في ابعاد الكرة من امام علي الحبسي، شوف الكرة لما لعبت نموذجية عرضية حلوة 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 حلوة، لا 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 شوية كمونة وشوية هيل وبزار على هذه الكرة، وهو الهدف لمنتخبنا الوطني. واحد 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 منتخبنا الوطني، واحد المنتخب القطري، وفرحة علي الحبسي لها ما يبررها. فالمنتخب يعود الى اللقاء من خلال الدقيقة رقم 27 في شوط المباراة الاول بإشارة قوية. رايت الحكم المساعد الاول النرويجي انقذتنا في اللعب الماضي، حسن يوسف يتوغل، حسن يتقدم، حسن يلعب كرة عرضية، هاري جو هاري جو هاري جو هاري جو. ولكن الثالثة ثابتة يا الحسني، الثالثة ثابتة يا ولد. برافو يا عيال، برافو يا عيال، امرح واسرح على كيفك ونص والجنبز يا ولد، الجنبز يا ولد. ومنتخبنا واحد، المنتخب البحريني صفر، واحد لمنتخبنا الوطني. بقبضة عيد علي يلعبها وبسريعة ايضا الى فوزي بشير، خليفة عايل، كرة أمامية حلوة هذه، عماد ممكن يحصل كرة فعلا، عماد حصلها، ومحمد حسين أيضا هو الآخر، عماد يحاول يتقدم يغطي عليه محمد حسين.
بيغطي محمد حسين اللي ابو خطا بأن قرار الحكم خليل قرار صحيح. محاولة الأهلي منتخبنا الوطني عماد الحوسري الحوسني ينجح أيضا
في فك الصيام يفطر هنا. يا لحلاوة الفطور في الإمارات، في أبو ظبي، في مدينة زايد، في معقل الإماراتيين. ينجح ولد بلادي، ينجح عماد. المرة هذه فوزي بشير يرد الدين، فوزي بشير يرد الدين ويهيئ كرة جميلة إلى الحسني. يلا 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 يا عيال، حلو حلو البداية جدا رائعة. و26 سنة هو حقيقة له الكثير من الفضل. وحاول الآن، يلا يا عماد، يلا يا عماد، الله وينجح في أن يكون الهداف العبرة لمنتخباتنا الوطنية في تاريخ مشاركاتنا في دورات كأس الخليج. عماد الحسني يا بابا لا تغلط، يا بابا لا تغلط، هذا عماد، هذا عماد، ويستغل الخطا الكويتي وينجح. شوف 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 خطا المدافع الكويتي، اكلها اكلها نواف، وعماد ينجح للوصول الى الهدف الثاني لكن البطوله. يا سلام يا سلام يا عماد، منتخبنا حتى مره ثانيه نحاول الان منتخبنا يتخلص لمنتخبنا الوطني بشوط المباراه الثانيه اقل. نحاول الان محاوله، الله يا جماعة أوروبا، هاشم صالح، هاشم صالح، صالح الله 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 الله. أتريح في إيطاليا، أتريح في إسبانيا، أتريح في إنجلترا، وهاشم يعطينا إياها هنا، هاشم يعطينا. الله هو أجملهم، هو أجملهم، يا الله عليك يا ولد، يا 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 تغنى يا حبيبي، تغنى كل ما تشاء. منتخبنا يتقدم مرة أخرى بهدف لهاشم صالح. منتخبنا الوطني في الجولة الأولى راسية، جول سلطان الطوقي يضع منتخبنا الوطني في المقدمة. سلطان الطوقي، ومن خلال الدقيقة الأولى، لا هناك في استاد محمد بن زايد المنتخب الإماراتي يتقدم بهدف مقابل لا شيء تقريبا في 35 ثانية. هنا بعد 10 ثواني تقريبا أو في الدقيقة أو في الثانية 5، لا يستطيع أحد بأن يقول المباراة ستنتهي بالتعادل أو أن المنتخب الفلاني سيفوز. ومنتخبنا الوطني يفوز، البوصافي، البوصافي أحمد يضع الكرة في مرمى سالم عبد الله وينجح في تسجيل أول أهدافه مع منتخبنا الوطني. 2 منتخبنا، 1 المنتخب اليمني، 2 منتخبنا. شوف توني قاعد أتكلم وفعلا تمريرة جدا رائعة مثالية من يوسف شعبان. برافو برافو ليوسف. وأحمد البوصافي يضع الكرة في شباك المنتخب اليمني ليعلن عن تقدم منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف واحد، وفرحة هنا في تلك الاحتياط وفي البشير. تعيد الكرة مرة ثانية لمصلحة إسماعيل العجمي. إسماعيل اليوم ما هو في الفورمة تماما، الكرة توصل إلى عماد الحسني، عماد يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، بدر جول، بدر جول، بدر جول. عماد صنعها وبدر حطها في المرمى، جول. حلوين حلوين يا شباب، حلو يا منتخبنا، حلو. لا المرة غير، فعلا هي غير. كرة بشكل جميل من عماد الحسني على رأس بدر الميمني، ينجح
ينجح في مصالح الجماهير. هذه عماد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلونا نغني ونفرح وننام. حلوين يا شباب منتخبنا الوطني. ينجح بدر الميمن. يشوف راسية بدر متقنة متقنة. وقفت عبد الرحمن عبد الكريم. شوفها يا عبد الرحمن الدينها وهي في الجول. بدر ينجح منتخبنا الوطني في التقدم في الدقيقة رقم 10 من شوط المباراة الثاني على المنتخب البحريني عن طريق بدر الميمني.